هذه حرمة دم المسلم أكبر من حرمة الكعبة. هاي الدماء تسيل يوميا. ليش عمي ليش؟ يعني احنا مبتلين، احنا دولة يمنا احنا وياها نفس المذهب، يعني مبتلين عمي. زين احنا شو مسوين؟ رايحين لدولتهم ومخربين؟ عمي ناس تطالب بحقوق مشروعة، حقوق ما يصير انت تتهك كل الحقوق وتدوس كرامات الناس بصفة شنو؟ شريك بالمذهب؟ يا عمي ما صايرة هاي طرقاعة ولا طلعت؟ الله شاهد طرقاعة. ماكو شيء. اعطيهم حماية يا عمي، ما يصير يكتلون بأولادنا واحنا إلى متى سكتة؟ يعني احنا ما نسولف عود نخاف؟ لا تعالوا كتلونا، خلي كتلونا. والله العظيم خلي كتلونا. احنا إذا ما نحمى أولادنا مو؟ ما نحمى عشائرنا ومجتمعنا وابناء محافظتنا وابناء العراق. والله العظيم لا خير بعقلنا، والله العظيم ماكو خير بعقلنا. شنو عمي؟